الدرس الثالث أركان الإيمان. أركان الإيمان وهي ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. تقدم معنا تعريف الإيمان لغة وشرعا، لغة الإقرار والتصديق، وشرعا قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وتقدم معنا في الأصول الثلاثة شرح أركان الإيمان، فلا داعي للإعادة. أركان الإيمان كم؟ ستة. الأول الإيمان بالله. لو سألنا سائل وقال كيف أكون مؤمن بالله، قلنا لابد أن تؤمن بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وتؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى. إذن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بوجود الله، لأن هناك من ينكر وجود الله سبحانه وتعالى أصلا. ما هي الأدلة على وجود الله؟ قال الأدلة على وجود الله أربعة: العقل والحس والفطرة والشرع. إذن الأدلة على وجود الله العقل، فالعقل يستحيل أن يتصور وجود مخلوق بلا خالق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. طلوع الشمس وغروب الشمس والمجرات والبحار والأنهار والأشجار وتعاقب الليل والنهار، هذه كلها أدلة تقدمت معنا في الآية من آيات الليل والنهار، إن هذه الآية فيها دليل عقلي ودليل نقلي على وجود خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. العقل. الثاني الحس. تكون في كرب وشدة، ترفع يديك للسماء وتقول يا رب يا رب يا رب، تجد هذا الكرب يرتفع بإذن الله سبحانه وتعالى، هذا دليل حسي. قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم غثنا اللهم غثنا، نزل الغيث. الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار أخذوا يدعون وإذا بالصخرة تنفرج وهم يروا هذا الصخرة، هذا دليل حسي على وجود الله سبحانه وتعالى. الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه هودان ونصران مجسان. الرابع الشرع، وأدلة الشرع كثيرة، بل ابن القيم رحمه الله يقول ما من آية في كتاب الله إلا وفيها دليل على التوحيد، لا تخلو منه آية التوحيد. نعم. ثم بعد هذا قال أن تؤمن بالله وملائكته. كيف يكون الإنسان مؤمن بالملائكة؟ قال نؤمن أنهم عالم غيبي. يعلمون الغيب؟ لا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. عالم غيبي غابوا عنا لا نراهم، عالم غيبي خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، يطيعون الله ولا يعصونه، لهم أرواح وأجساد وعقول وقلوب. لهم أرواح روح القدس مثلا، وأجساد جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. لهم أرواح وأجساد وعقول. ما هو الدليل أن للملائكة عقول وقلوب؟ الدليل قول الله سبحانه وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، هذا دليل لهم قلوب. قالوا ماذا قال ربكم؟ إذن يسألون ويجيبون، هذا دليل لهم عقول. طيب، نؤمن بكل الملائكة إجمالا، وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وصفاتهم لا يعصون الله ما أمرهم، وأعمالهم مثل جبريل موكل بالوحي وملك الموت قبض أرواح الخلق، والأخبار التي جاءت عنهم إجمالا وتفصيلا. طيب، الثالث الإيمان بالكتب. نؤمن بأنها كلام الله سبحانه وتعالى منزلة لا مخلوقة، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب، والدليل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. نؤمن بكل الكتب إجمالا، وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها وأخبارها وأحكام ما لم تنسخ، وأن القرآن ناسخ لتلك الكتب ومهيمنا عليه. قلنا عندما بعث عليه الصلاة والسلام نسخ كل شريعة كانت من قبل، وقال من أسماء الكتب التي علمنا الله سبحانه وتعالى القرآن والتوراة والإنجيل
والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى عليهم الصلاة والسلام. الإيمان بالرسل نؤمن بأنهم بشر ليس لهم شيء من خصائص الربوبية، وأن الله أرسلهم وأوحى إليهم وأيدهم بالآيات، وأنهم عبيد لا يعبدون ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام. أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده، ونؤمن بهم إجمالا وبمعلم أن الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وأخبارهم والآيات التي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها، وأن أول الأنبياء آدم وأول الرسل نوح وخاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام. طيب، بعد هذا الإيمان باليوم الآخر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، خروج الروح وقبض الملائكة لها وصعود الأنبياء إلى السماء وتفتح وتغلق أبواب السماء، ثم عودتهم بها للجسد يسمع قرع نعالهم وسؤال الملكين وعذاب القبر ونعيم القبر والبعث والنشور والجزاء والصراط والجنة والنار والشفاعة ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى وحوض النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر. طيب، الأخير الإيمان بالقضاء والقدر، قال يتضمن الإيمان بمراتب القضاء والقدر، والعلماء يقول مراتب العلماء يقولون أن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة: علم وكتابة ومشيئة وخلق. علم أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، حتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى لو يقع كيف يقع، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. علم. الثاني الكتابة، أمر الله سبحانه وتعالى القلم أن يكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. طيب، الثالث المشيئة، للعبد مشيئة وإرادة، لكن هذه المشيئة والإرادة لا يمكن تكون نافذة إلا بما شاء الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الرابع الخلق، فالعبد مخلوق وأعماله تابعة له فهي مخلوقة مثله، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء.